تكوين الضاد الضاد رايت كلمات هنايا اوكي وفي المحور وي فايند ذا يوز اوف تو مين فيكسز استعمال بريفيكسز سوابق معينه تاتي قبل كلمات بعض كلمات الافعال والصفات to form their opposites يعني الضاد تاعها مثلا وي هاف integrate disintegrate we have grade degrade right we have increase decrease يسمى عندنا دي وعندنا this هذا two prefixes are used to form the opposites with specific words clear